خلينا نروح لواحد من المعلقين الكبار في مصر وفي العالم العربي، كابتن عصام عبده. يا كابتن عصام، ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا كابتن اسلام، ازاي صحتك؟ وحشني جدا، وبمسي على الكابتن سمير وعلى الكابتن ايهاب. يا كابتن الله يخليك حبيبي. يا كابتن الله يخليك يا كابتن عصام. يعني كابتن عصام، طبعا العالم كله يتحدث عن المباراه التاريخيه امس الحقيقه ما بين النادي الاهلي ونادي بايرن ميونخ. من وجهه نظرك كمعلق كبير، شفت هذه المباراه ازاي؟ والله يا كابتن اسلام، اللقاء طبعا والبطوله بشكل عام زي ما حضرتك تحدثت فيها مكاسب كبيره، وفي نقط طبعا ده الاهم، ان احنا نحط ايدينا على النقط وعلى الفروق اللي موجوده. النادي الاهلي يعني الفريق يمكن العربي الوحيد اللي عنده امكانيات الظهور والتواجد في البطولات الكبيره اللي زي كده، لما تملكه يعني قيمه ونوعيه وعقليه اللاعب اللي بيلعب في النادي الاهلي. طبعا المباراه فيها فروق كبيره جدا يا كابتن، لازم نعترف بيها طبعا. طبعا. والفروق دي خلي بالك كابتن اسلام بتبقى من المراحل الناشئين، من التغذيه، من الفرق الكبيره اللي زي بايرن ميونخ دي شغاله بشكل علمي كبير جدا من عام 2000، وحتى لما وصلوا كاس عالم وخدوا بطولات كاس عالم بيشتغلوا بشكل علمي كبير جدا. هو ده اللي ينقصنا كلنا في الوطن العربي، حتى الانديه بتاعت اسيا والمنتخبات بتاعت اسيا لما تيجي تلعب ضد اليابان، ضد استراليا، ضد كده، الفروق الشخصيه كابتن اسلام دي بتفرق. هو ده اللي المفروض نبني عليه في الفتره اللي جايه، لكن المجموعه الحاليه كسبت مكاسب كبيره جدا. تلعب قدام فريق افضل فريق في العالم، وفريق يعني بيعرف الكره الثانيه، انت لو تلاحظ الشوط الثاني يعملها على اي فريق في العالم، مش على الاهلي بس. فالنتيجه طبعا والاداء مشرف جدا، انا بشوفه مفيش مشكله زي ما الناس بتتكلم، لا موسيماني ولا كهربا ولا مشاركه، دي قدرات ودي امكانيات ودي محطات. حتى افضل فرق في الوطن العربي ما تقدرش تلعب ضد البايرن غير باعلى مستوى زي النادي الاهلي لعب بيه. ايوه. طيب كابتن عصام، يعني المباراه طبعا كان فيها نواحي سلبيه ولكن ايضا كان فيها نواحي ايجابيه. انا لسه كنت بسال الكابتن ايهاب والكابتن سمير على النواحي الايجابيه، من وجهه نظرك ايه النواحي الايجابيه اللي ناخدها عشان نقدر نبني عليها بقى خلال الفتره اللي جايه ويصبح النادي الاهلي او يكمل النادي الاهلي مشواره سواء في البطوله الافريقيه اللي هتبدا ان شاء الله الشهر اللي جاي، وبعد كده يكمل في الدوري ويرجع تاني كاس العالم للانديه السنه الجايه؟ اول حاجه كابتن، ان النادي الاهلي مجموعه اللعيبه دي ما لعبتش تحت ضغوط زي الفتره دي. حضور جماهيري، ضغوط مشاركه مع انديه بهذه القيمه. ما تنساش برضه ان فريق الدحيل في مجموعه كبيره جدا من اللعيبه الممتازين ككواليتي وكامكانيات وكقدرات. أيوه. والكره على فكره في منطقه الخليج اتطورت بشكل كبير جدا على المستوى التكتيكي والمستوى التكنيكي. وده اللي المفروض احنا في مصر نشتغل عليه بشكل كبير جدا، ان احنا نقوي الحته بتاعه الجزء العلمي ده. المانيا زي ما انت عارف دايما بيشتغلوا بحث علمي، حتى بعد كل بطوله عالم بيشتغلوا بشكل علمي. أيوه. احنا في فوائد كتيره جدا كابتن اسلام. اول حاجه ان الرهبه راحت من مجموعه اللعيبه دي، وبنقدر نقول ان هم قربوا بشكل كبير جدا ان هم يبقى تيم عنده حاله جماعيه كويسه، ويحصل فيه نوع من الاستقرار ويحصل فيه نوع من الاداء. واحنا شفنا الحمد لله الاهلي عنده مجموعه لعيبه كويسه جدا جدا، وفي الظروف الصعبه اللي زي كده، لان ماتش بايرن ميونخ ده ماتش صعب جدا جدا على ادخن واعظم فرق العالم. فالمكاسب الكبيره جدا لما شفنا حتى ان علي معلول خرج، شفنا ايمن اشرف اداك ليفت، شفنا هاني عمل ماتش كبير جدا بيلعب قدام افضل ثلاثه يمكن في العالم في ناحيه الليفت. لا، مجموعه كبيره جدا ومكاسب كبيره جدا للنادي الاهلي كعاده كل. لكن انا عايز ابعت رساله كابتن. اتفضل يا كابتن. احنا لازم نقف ونشتغل كلنا في مصر على موضوع البحث العلمي في الكوره. شوف انت النهارده في فريق بايرن ميونخ، في عمليه الضغط، في عمليه الثلاثه اللي بترحلوا في كل مكان، في السكند بول بياخدوها مننا، دي فرق قدرات، في فرق قدرات بدنيه، في فرق قدرات تحوليه. البايرن ده في راجل دكتور فيزياء، وفي راجل دكتور بيولوجي، بيشتغلوا بشكل علمي غير طبيعي. عشان كده بتلاقي الفريق دايما زي ما قلت لك، ان احنا لازم ان شاء الله في المشاركات اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي يكون عنده طموح باذن الله تعالى، ان الاهلي الاحساس بالخساره قدام البايرن ميونخ هي دي عظمه النادي الاهلي، ان انت حاسس ان انت خسران من فريق البايرن افضل فريق في العالم، لكن زعلان برضه من الخساره. المنتاليتي والعقليه دي ما بتلاقيهاش موجوده عند حد كتير جدا من الفرق العربيه الصراحه. فعشان كده الناس كانت طموحها كبير جدا، ولا زال ان شاء الله قدام بالميرس ان احنا نعمل ماتش كويس جدا، والنادي الاهلي ان شاء الله يعمل نتيجه ايجابيه كويسه، وان شاء الله في الفتره اللي جايه الاهلي افضل واحسن في مشاركاته الجايه ان شاء الله. كابتن اسلام، كابتن عصام، اخيرا ماذا قالت وسائل الاعلام عند حضرتك في عن هذه المباراه، مباراه الاهلي وبايرن ميونخ، وماذا قالت عن المباراه القادمه للنادي الاهلي؟
والله هم بيتكلموا طبعا على اساس ان الاهلي طبعا ادى اداء مشرف جدا جدا في قدام بايرن ميونخ، ونتيجه 2-0 طبعا انا عارف ان كل جمهور الاهلي مش راضي بيها، هي خساره في الاول وفي الاخر، لكن الاهلي عنده شعبيه كبيره جدا في الوطن العربي، والناس كانت كلها بتشجع، كل الوطن العربي كان بيشجع النادي الاهلي. اتكلموا عن اداء المشرف بتاعه، واتكلموا على اداء معظم اللعيبه، اداء رجولي واداء يليق بالنادي الاهلي وبشكل النادي الاهلي وفي نادي النادي الاهلي، حضور جمهور النادي الاهلي في التوقيت دوت ومؤازره النادي، اتكلموا عنه بشكل كويس جدا جدا، واتكلموا دايما على احترافيه النادي الاهلي. النادي الاهلي في منطقه، يعني في منطقه مميزه جدا جدا يا كابتن دايما، هو عنده حتى من لحظه قدومه ووصوله لقطر وهو فريق بشكل عالمي، تحس ان الميلان، تحس ان الانتر، ففي شويه حاجات صغيره كده بس ان شاء الله نشتغل عليها وتبقى الامور تمام التام. لكن الاهلي طبعا زي ما قلت لك اشادوا بيه في الصحف الاماراتيه هنا بشكل كبير جدا، وفي مؤازره وفي مسانده كبيره جدا جدا للنادي الاهلي ان شاء الله في لقاء بالميرس، ان هم ان شاء الله يمتعونا ويقدموا مباراه كره قدم كبيره جدا تليق بالنادي الاهلي صاحب ال 140 بطوله، اللي يفضل طبعا ريكورد صعب جدا على كل الانديه، ويكفي اشاده معظم حتى اللعيبه الالمان بفريق النادي الاهلي وبامكانياته وبقدراته. لكن اللي انا عاوز اقوله للناس ان الاداء بالنسبه للاهلي ده اداء مشرف جدا جدا، ومحدش برضه يعني يتحامل على الجهاز الفني ولا على اللعيبه، لان دي قدرات وكره القدم. انت كنت لعيب كبير يا كابتن اسلام وجيل عظيم، ولعبت على مستوى ليفل 1 في كره القدم في افريقيا وفي الوطن العربي، ففي قدرات في كره القدم، دي الناس لازم تعرف الامكانيات ديت، ولازم نبقى واقعيين جدا جدا في كل شيء بصراحه. اخيرا يا كابتن عصام، معلش انا يعني طولت معاك شويه، ولكن لا ابدا انا عايز اعرف برضو وجهه نظرك في البطوله بقى بشكل عام، ومين اللي يقدر يكسب من بايرن ميونخ وتجريز اونالدو؟ والله يا كابتن اسلام، البايرن طبعا هو مرشح بقوه كبيره جدا، خلي بالك فريق تجريز فريق هيتعب جدا بايرن ميونخ، لان عندهم اثنين سنتر باك كويسين جدا، او الخط الدفاعي كله بشكل كبير جدا عنده اداء كويس، عندهم جانياك اللعيب هايل جدا جدا جدا، عندهم الاب ليفت رقم 23 هاي لعيب كولومبي ممتاز جدا، عنده سرعات وعنده اداء كويس، وزي ما قلت لك هم على الجهد البدني هيبقوا اقوياء جدا قدام بايرن ميونخ، فرقه برضه عندها استقرار فني كويس، وعندهم مدير فني برازيلي ممتاز جدا، برغم ان الحقيقه يعني فريق بالميرس كان عنده مدرب برتغالي هايل جدا، مدرب كان باك رايت بتاع منتخب البرتغال من المدربين الكويسين حتى كان في ادائه مع نادي باوك، لكن خسارته برضه خساره كانت مفاجاه جدا. لكن ماتش البايرن قدام تجرس هيكون صعب جدا جدا، لانه زي ما قلت لك فرقه عندها حارس مرمى كويس، عندها اثنين سنتر باك كويسين، عندها مجموعه كويسه جدا من اللعيبه، هتعمل مشاكل كبيره لفريق بايرن ميونخ، لكن يبقى الترشح والترشيح اكثر طبعا بنسبه مش اقل من 70 30% يا كابتن، لان البايرن يملك ما لم يرك، يعني يملك ما لم يملكه الاخرون في العالم بصراحه. نادي بايرن ميونخ فريق عنده كل اوصاف كره القدم الحديثه، والتطور القوي، الاجزاء البدنيه، الامكانيات، اللعيبه البدلاء، الصبغه الالمانيه والسيستم الالماني للاهلي دايما يعني قريب جدا للشبه فيه، فدي كل دي بتقابل مشاكل جدا وبتقابل صعوبات على اي فريق في العالم، لانه فريق السنتر باك بتوعه والاثنين مدافعين بتوع البايرن يا كابتن بيتفرج على ماتش الاهلي معظم الوقت كانوا كلهم في نص الملعب. مظبوط. نفس الكلام هيعملوا نفس الكلام ده مع فريق تجريس، وهيقابل مشاكل كبيره جدا ان شاء الله. انا بشكرك، شرفتنا ونورتنا يا كابتن عصام، ودايما الحقيقه بنستمتع بيك كمعلق وكصديق وكزميل عزيز. انا بشكرك شكرا جزيلا الكابتن المعلق الكبير الكابتن عصام عبده، شكرا جزيلا.